تقوم عملية الانضباط العسكري بتنفيذ واجب أسبوع الضبط العسكري للفترة من 1/6/2024 ولغاية 7/6/2024، حيث تقوم مفارز الانضباط العسكري بمرصد المخالفات لمنتسبي وزارة الدفاع ومحاسبة المخالفين. حسب التوجيهات الصادرة من المراجع وبإشراف مباشر من قبل السيد آمر الانضباط العسكري المحترم، باشرت عملية الانضباط العسكري بتنفيذ واجب أسبوع الضبط العسكري للفترة من 1/6 ولغاية 7/6/2024. والغاية من الواجب أسبوع الضبط العسكري هو إدامة الضبط لدى منتسبي وزارة الدفاع ومنع المخالفات أو الحد منها. حسب توجيهاتنا للمفارز اللي باشرت هو رصد المخالفات ابتداء من عدم ارتداء غطاء الرأس وحلاقة الذقن والملابس المخالفة بالنسبة للمنتسب، وما يخص العجلات عدم حمل الأوراق الثبوتية للعجلة وللمنتسب.